قيموا بدون هذا المقطع يا حبايب، خلينا نفجر هذا المقطع باللايكات ونوصل 50,000 لايك. فجروا المقطع باللايكات واشتركوا بالقناة خلينا نوصل 600,000 وبس. يلا نبدأ المقطع. الخبر الأول اللي عدنا عن يارا مار وفضيحتها الفريق نورمار قمر الطائي ونورمار. في القصة كلها بدأت يا حبايب لما انه قمر الطائي نزل شوية ستوريات قاعد تهجم بها على يارا وقاعد تتهمها انه هي تشلب وقاعدة تنابح وتسألها. يا حبايب راح احطلكم الستوريات شوفوها. يابا هاليومين او كصلي كم يوم ايش قد اسمع نباح كلاب ودموع تماسيح خير جايين يمي تنبحون ليش؟ ترى شكلكم كل شيء فشل ويضحك والله، وهصير شغلة تحت تصدمكم ان شاء الله وعناد بيكم يعني والله تفشلون. هذا اللي خلق قمر يا حبايب انه هي تعصب من كلام قمر الطائي وتنزل شوية ستوريات تقول بها انه هي تعبت وقررت انه هي تطلع وتفضح كل اللي قاعد يصير، وراح تنزل فيديو على اليوتيوب. يعرف يا حبايب انه يارا هي الوحيدة اللي عندها فيديو يثبت انه قمر الطائي هي مهددة من نور مارو اجازة 18، فيمكن تحط هذا الفيديو يا حبايب. طبعا المعلومة موجودة بالمقطع اللي نزلته انا، هذا شيء فيني يا حبايب روح شوفوه. نشرت لكم محادثة بيني وبين يارا اللي تقول اكو فيديو موجود عند يارا اللي هو فيديو المحامي اللي يثبت انه قمر الطائي هي مهددة من نورمال بشازا 18، وبنفس الوقت يا حبايب تطلب من المتابعين يوقفون تصاميم حب بينها وبين نورمال، هذا الشيء يأذيها. راح اعطيكم اللقطات تشوفوها. مرحبا يا جماعة، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. صار لي يومين غايبة، صار لي ما بعرف قديش غايبة عن السوشيال ميديا وما عم بصور لكم ابدا لا ستوريات ولا يوتيوب ولا شيء. بس اليوم في شيء ضغط علي كثير فيه، مضطرة اني انا احكي بس ماني عارفانة باي طريقة بدي احكي او وين بدي احكي. فهل بتحبوا اني احكي لكم يا هون على الانستغرام ستوريات، او بتحبوا انزلكم فيديو يوتيوب كامل عنه عن هذا الشي بالذات؟ لانه هذا الشي صراحة سبب لي كتير وجع راس، وكتير طلعت العالم وحكيت وجابت حكي رايح جاي، فقررت اني احكي فيه. شو رأيكم يا جماعة؟ هذا الموضوع صراحة كان شي عن حياتي الخاصة، ما كنت ناوية اني اطلع واحكي فيه ابدا، بس شفت صار في كتير حكي، صارت في كتير عالم تطلع وتحكي وتلعي لعي فاضي ويجيبوا سيرتي ومدري شو، فقررت اني احكي بهذا الموضوع. بس قلت لكم يعني ما عم بعرف وين بدي احكي فيه او كيف بدي ابلش بالموضوع. الموضوع صار له زمان، بس هلا رح ارجع افتحه ورح اعترف فيه كلياته. يا جماعة كمان شفت اخر فترة كتير كتير عم تزيدوا تصاميم مع عالم و عم تسببوا لي مشاكل ووجع راس بأموري الشخصية، فبتمنى انه هاي التصاميم توقف ورح تعرفوا السبب كلياته. خاصة بهذا الوقت انا ما بدي اياكم تعملوا تصاميم الي مع حدا ابدا، لانه هذا الشيء عم بيسبب لي وجع راس كتير كبير، فبتمنى منكم انكم توقفوا التصاميم. فكتور حبابكم انت اشتركوا بهذا الخبر، وهل توقعني يا حبايب انه يا راح تطلع تضح كل اللي قاعد يصير؟ واتوقع راح تحط فيديو المحامي اللي قاعد عنه. ما ادري كثير من احبابكم انت اشتركوا بهذا الخبر وبس. لهنا وصلت مقطعات من مقطع جوكم، تشوفون هذا المقطع بلايكات وبس. جوكم في زي مقاطع من القصص، مع السلامه.